شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات تغلق مصنعا لها في مدينة جينك الواقعة شرق بلجيكا بنهاية العام 2013. المسؤولون الذين يرغبون في إغلاق المصنع بسبب تراجع المبيعات في أوروبا عقدوا اجتماعا مع ممثلين عن العمال هذا الأربعاء، لكنهم انصدموا بمقاومة حادة من قبل نقابة العمال، واحتشد مئات العاملين بشركة أمام بوابة المصنع لكنهم منعوا من الدخول. آمل أن يتمكن الأشخاص ممن يتحملون المسؤولية من النوم جيدا الليلة، كثير من الأسر قد أصبحت الآن في الشارع، وكيف سيتمكن أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة، وكيف سيكونون قادرين على الدراسة؟ هذا سؤال جيد، لأنه أمر فظيع بالنسبة لنا. ما الذي سيحدث الآن؟ أنا شاب وما زلت أكون مستقبلي، والآن بات من الصعب تحقيق ذلك مع تواجد 10,000 شخص ممن سيفقدون وظائفهم. مبيعات سيارات فورد تراجعت بشكل ملحوظ في أوروبا خلال السنوات الخمس المنصرمة، ما دفع الشركة إلى خفض طاقة التصنيع، كما أن الطلبات الجديدة لشراء الفورد تراجعت في أوروبا بشكل ملحوظ بنسبة 12.6%.